اليوم الوقفة هذه كذلك تزامنت مع توجناها وثمناها برسالة قوية، رسالة عرفان للشهداء الذين ضحوا على هذا الوطن. واليوم كانت مؤسسات من التعليم العالي 3 إقامات جامعية اللي تمت تسميتها بأسماء شهداء، من ضمنها إقامة اللي سميت ب 21 شهيد. إذن هذا الحجم هذا من الشهداء على مستوى ولايتنا يخلينا نتأمل في عظمة هذا الشعب، في عظمة هذا الشعب اللي رفض الاستعمار، والتضحية كانت بدون حساب، التضحية على مستوى ولاية تيزي وزو.